اعمل مدرس دروس خصوصيه، هو ده يعني مهنتي الوحيده. ففي بعض الطلاب مستواهم يعني انا بقدر الامكان بحاول معاهم، بس هو مستواهم مفيش خالص. لا يكلف تقاضى منهم مال ام لا؟ لا تقاضى، انت بتشرح وما بفهمش، انت تقاضى منهم مالا. جزاكم الله خير. وياك، بس ليه نصيحه؟ تفضل. نصيحه من وجهين، الوجه الاول ترتب مواعيد الدروس ما مواعيد خارج مواعيد الصلاه حتى يتسنى لك وللطلبه صلاه الجماعه. ثانيا نفصل البنين عن البنات. افصل ايه؟ البنين عن البنات. تمام. طيب الكتب الدراسيه العامده غاليه جدا، ففي ناس يعني بتاخد الكتب اللي هي الخارجيه دي تصورها. يعني الصوره صورة واحدة ما أعفو عنها في العرف التجاري. لا يعني بتصور الكتاب كامل. أيوة بتصور نسخة واحدة، مش بتصور نسخ للتجارة. تمام. طب لو واحد فتح مكتبة للموضوع ده، لو بتاخد الكتب يصورها؟ لا لا لا، لا يفعل، هيظلم الناس.